أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 22 طفلا وثماني أسيرات من الداخل الفلسطيني تم إطلاق سراحهم من سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غربية رام الله ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل. ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر 19 أسيرا قاصرا أفرج عنهم من سجن عوفر العسكري إلى الساحة المقابلة لبلدية رام الله حيث كانت عائلاتهم وحشد من المواطنين في استقبالهم. كشف أحد الأسرى المحررين عن تفاقم الأوضاع داخل سجون الاحتلال حيث يتعرضون لسوء المعاملة والضرب ما أدى إلى استشهاد أحدهم وفق قوله. شعورك اليوم؟ والله الحمد لله يعني شعور لا يوصف إن روحنا الحمد لله في الصفقة وبس يعني الشعور منيح بس الأسرى جوا يصير بعانه. احكي لي عن معاناة الأسرى. يعني يوم يوم في ضرب بفوتوا بضربوا في عصا حديد بفوتوا بضربوا في أسرى كثير ريش عندهم مكسرة وفي يعني قبل فترة استشهد عندنا واحد في السجن ضربوه على راسه ظل ينزف وما حدا سأل فيه من مرة وهي ما في ولا رعاية صحية ولا إيش ولا شيء يعني بيجي أوقات بعطينا بس حبة تكمول وبروح الحفيش بس يعني أزود إشي إذا بده يعطينا إشي بعطينا بس حبة تكمول وبروح وكلهن الأسرى يعني في أسرى لازم ياخذوا دواء بس بعطوهن إشي حتى من مرة. وتحدث الأسير أسامة ماهر عن تعمد سلطات الاحتلال سوء معاملتهم وعزلهم عن العالم الخارجي. حكينا عن ظروف الاعتقال. والله ظروف صعبة كل يوم نتعرض للضرب للإهانات للمسبات وفيش حرمينا من الأكل وعزلين عن العالم. كم قديش قعدت بالسجن؟ 9 شهور. وكيف عرفت عن الحرب داخل السجن؟ عرفنا احنا اول يوم وبعدين اجوا كاموا التلفزيونات من عندنا واخذوا كل شيء من عندنا وبعدين بطلنا نعرف شيء صدفه صار اللي بينزل محكمه بيعرف شيء من المحامي واللي بنضرب طبعا اللي بينزل على المحاكم. كيف كانت الاجراءات بعد 7 اكتوبر؟ والله بقول لك كل يوم نتعرض للضرب للاهانات ولا فيش اكل فيش شيء وكل يوم بيضربوا لهم واحد واثنين وثلاثه ويعني بيأذوهم مش بيضربوهم بس بيأذوهم. شو رسالتك اليوم وانت تحررت ضمن الصفقة؟ أنا الحمد لله الحمد لله بس من نفس الوقت بيظل في وجع على اللي بصير بغزة وبالضفة الله يرحم شهدائنا اللي ضحوا كرمالنا. وذكر الأسير المحرر قصي المصري أن سجانين كانوا يستهزئون بالأسرى ويسخرون منهم قائلين لهم فليخرجكم يحيى السنوار من السجن. فقد هاي العيون أو الضرب المبرح شاهدنا قدامنا طبعا يعني بيجوا خلص بدون شيء وبيدخل بيضربك بدون اي شيء بدون اي سبب وبصير يقول لك خلي حماس تطلعك خلي حماس خلي السنوار يطلعك خلي واللي في ناس يعني ميتين على الارض كله بدنا حفيش بكل بدنا الدكتور كله بكلنا خليه يموت خليه يموت بعدين احنا بنجيب له دكتور. كيف عرفت اليوم عن الحكي خلي السنوار يطلعك وخلي حماس تطلعك؟ والله يا السنوار طلعنا وغصبت عنه الحمد لله رب العالمين. كيف عرفت اليوم انك ضمن الصفقه؟ والله ما عرفناش قالوا لنا محكم انت طالع ما كناش من الصفقة واخذونا هددونا اذا بتسوي احتفال اذا بتطلع تقابل انه راح نسجنك ومش راح نطلعك اخرى مرة وتهديد مع حالهم الحمد لله رب العالمين. وهذه مشاهد تظهر وصول الأسير أحمد العجلوني إلى منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. بدك فلسف هذا الظالم واللي انا اللي بقول لك انا بديش اسمعك. هلا دخلوه؟ لسه استنى. الحمد لله. عسلين. صخ الحمد لله وصل يلا يلا هلا ببعث لك يا مشوي يلا كيف تكون برجع شوي بدي اصور شوي برجع لك فقد اوعيه فقط